ديد بالنسبه للقلعه سكاي باي. ده بصراحه صوره واضحه جدا، احنا يهمنا تامين القلعه والحفاظ عليها، وفي نفس الوقت طرحها بصوره يعني استثماريه وبصوره حضاريه، ان ده مكان سياحي متميز مش موجود في اي مكان في العالم. مع الوزير النهارده في كمان حدث مهم جدا، 80 ملكه جمال بتزور اسكندريه، الرساله اللي حضرتك توجهها للعالم من اسكندريه النهارده؟ الرساله دي واضحه جدا في الزياره، ان اسكندريه امنه ومصر امنه، واسكندريه كل يوم احنا عندنا اكثر من 5-6 مؤتمرات بيتم وبينعقدوا في مناطق مختلفه في اسكندريه، وبيجينا زوار من بره، ده اللي احنا عايزين نوصله، اسكندريه امنه وقادره على تنظيم واستقبال كل السائحين من انحاء العالم. مباني المخالفه، مباني المخالفه، تصريح سريع كده، مباني المخالفه دي طبعا قضيه كبيره جدا احنا شغالين فيها. اللي عايز اكده من خلال حضرتك انه لا تهاون مع اي مخالفين، احنا بنزيد يوميا الان في كل حي تقريبا مبنى بيتزال من مباني المخالفه، في تشديد العقوبات، في تنسيق مع مجلس النواب انه الحاجات اللي زي دي يتم اتخاذ اجراءات عاجله فيها واجراءات حاسمه، وان شاء الله يبقى في الفتره القادمه اجراءات حاسمه ضد المخالفين. شكرا جزيلا.